ماشي يا بابا، انا زعلانه منك ومش هكلمك تاني. ايه ده يا محمد؟ ايه رايك؟ ايه الحلاوه دي؟ مكه. ايه الحلاوه دي يا مكه؟ مين حبيب بابا؟ مين راح بابا؟ ايه الحلاوه دي يا حبيبتي؟ الله، انا بموت فيكي والله يا مكه، انت زي العسل. ايه كنت فين؟ كنت عند ماما. بس ايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه رايك انا عامل كل ده عشان خاطر مكه، وجايب لها كمان هديه. ربنا يخليك. انا عندي كام مكه بس هي واحده. مبسوطه يا كوكي؟ مين حبيب بابا؟ ايوه. الله، ايه يا حبيبتي؟ بابا، ايه يا امنيه؟ هو انت عامل عيد ميلاد لمكه؟ كنت أيوة المكة يا بابا. ايه رأيك؟ حلو؟ أنا مظبطها، أنا عندي كام مكة بس. لعبة يا بابا؟ آه. هو في حاجة ولا إيه؟ آه يا بابا، أنا عيد ميلادي كان الأسبوع اللي فات، وأنت يا بابا ما عملتهوش، وكمان حتى ما قلتليش كل سنة وأنت إيه بقى أمنية. أمنية ولا قلت لي كلمة حلوة يا بابا؟ أنت كبرتي على الكلام ده يا أمنية. كبرت إيه يا بابا؟ أنا لسه صغيرة يا بابا. أختك صغيرة، أنت كبرتي. لا يا بابا. وهتبصي لأختك؟ مش ببص لها يا بابا، بس انا نفسي اكون زيها. كده انت هتزعليني وتضايقيني. محمد بنروح يا محمد كده. هو انت بتحبها اكتر مني؟ هو انا زعلتك في حاجه يا بابا؟ اتعلمي شغل البيت عشان لما تكبري تتجوزي تبقي عارفه شغل البيت. بس شغل كده يا بابا، انا عايزه العب وعايزه افرح شبهها. ما ترديش عليا يا بنت. خلاص بنروح يا محمد عشان خاطري. بنروح. انت بتحبها اكتر مني. تعالي يا مكه اوريك الهديه يا مكه. تعالي يا مكة، بص جايب لك ايه هدية. بص جايب لك ايه. بص يا كوكي، العروسة اللي انت بتحبيها. الله، حلوة قوي يا كوكي. ايه رأيك يا مكة؟ حلوة؟ ايه رأيك؟ جميلة يا حبيبتي؟ أنا بموت فيكي. هاتي بوسة بقى لبابا. الله، سقف المكة. هاتي حضن البابا، يلا حضن البابا. الله، ربنا يخليكي ليا يا قلبي. وحضني ليا انا كمان، يلا حضن. هي سقفي يا امنيه. بابا، انت جايب لها كمان يا بابا العروسه اللي كنت طالباها منك؟ يبقى انا بحب العروسه قوي يا بابا. انت جايبها لها؟ مش انا طلبتها منك يا بابا. انت ما بتسمعيش الكلام برضه. يبقى انا بسمع الكلام يا بابا. هترد عليا ولا ايه؟ ادخلي جوه. ماشي يا بابا، انا زعلانه منك ومش هكلمك تاني. محمد قلت لك بالراحه عليها شويه، انت بتعملها كده ليه؟ حرام عليك. متكلميش معايا خالص. انا داخله اشوف امي. خلي جوه. امسك المكة. كوكي بص يا كوكي، رايك في الهديه الحلوه دي؟ بص يا مكه، مكه يا مكه، بتبصي على ايه؟ بص اهي. ايه رايك؟ حلوه؟ الله. السلام عليكم حبيب قلبي. عبد الله حبيبي، عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي؟ انت ايه بقى يا ندى؟ يا روزه خدي يا عم. ربنا يخليك يا حبيب قلبي. هاتي حضن. ساعه قبل ما تجيب لكم الهديه. ربنا يخليك يا رب. اصبري يا حياه بقى. ربنا يخليهم لك. عامل ايه يا حبيبي؟ دي مكه هتفرح بيكوا قوي باذن الله. تفرح بيها. ربنا يخليك يا حبيبي. طيبه وقبل مليون سنه يا رب. ربنا يخليك يا ندى والله. ايه فين التورته بقى؟ تعالى اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. انا قايل لهم هتكلم الكاتو النهارده. دي مكه هتفرح قوي بيكوا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ الحمد لله. امال فين محمد ومكه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كلمي. ازيك يا يزن؟ عامل ايه؟ الحمد لله. عامله ايه يا ماما؟ الحمد لله. فين محمد؟ جوه اهو. اتفضلي. وفين مكه؟ اتفضلي يا ماما. تعالي. عارفه بقى يا حياه انت وفاروق. يا بابا. ايه يا يوزا؟ انا عايزه بالونات زي زي بتاعت مكة؟ ايوه. ده انا هعمل لك عيد ميلاد اكبر منها ياما قوي. هجيب لك بقى الاميره إلسا، وهجيب لك الاميره سنو وايت، وكمان عرفت الاميرات. عايزه كل الاميرات بس كده. السلام عليكم. ازيك يا حاجه؟ 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 ازيك يا والفين امنيه؟ امنيه جوه. ليه كده قاعده جوه ليه؟ اه صح، انا ما شفتش امنيه. صح بالظبط. بصراحه
امنيه زعلانه من محمد. ليه بس؟ ليه اللي حصل؟ عشان عمل عيد ميلاد لمكه وما عملهاش عيد ميلاد. طب ما يمكن عشان عيد ميلاد مكه النهارده بس وعيد ميلادها هيعمل لها اكيد. هو عيد ميلادها كان الاسبوع اللي فات وهو ما عملهاش. صراحه من حقها تزعل. وانا قعدت اتكلم معاه زعلني وهدلني. طب نعذره محمد برضه كان عنده شغل ولا حاجه والنهارده هتلاقيه مثلا عامل عيد ميلاد لامنيه ومكه مع بعض. لا هو قال انا عامل لمكه بس وانا مش عارفه اعمل معاه ايه بصراحه. اتكلمت معاه كتير وهو قاعد يزعق. طب روح انت قول له كلم امك يا محمد. انا خايفه يبهدلني. نادي عليه انت يا حمو. محمد حمو حبيبي انا دلوقتي هيجي دلوقتي واتكلم معاه ونفهمه منه ايه الموضوع بالظبط. بس تمام نفهمه منه الاول. كل سنه وانت طيبه يا حبيبه قلبي. محمد ايه يا حبيب قلبي؟ ايه اللي احنا سمعناه ده يا محمد؟ سمعت ايه؟ انت ليه ما عملتش عيد ميلاد لامنيه زي ما عملت الملك؟ امنيه كبرت على الكلام ده. لا مش كبرت، قعدل ما بينهم الاثنين بناتك يعني. يعني انا ينفع اعمل اللي فيروز ما عملش في الحياه او العكس؟ ما ده لسه صغيره. امنيه ايه ما عملت لها عيد ميلاد زمان؟ يا استاذ انت هتكره امنيه في مكه وهتكره مكه في امنيه، هتخلي فيها عداوه ما بين الاثنين. انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ما ده اسمه كلام ده برضه. انت اخويا انت يعني ازاي يعني؟ انا قفلت معايا خلاص. يعني ايه قفلت معاك بس؟ سيبني بس اسمع الكلام. اتكلم بالراحه ما تتكلميش خالص. قفلت معاك؟ طب انا ماشي. يلا بينا. طب صدق وتامن بالله. لا انا ماشي. وانا ماشي انا كمان. يلا يلا بينا. خلاص يا احمد خلاص. يكسر بخاطرها ليه؟ بس لا انت ليه مش بتعدل ما بينهم دلوقتي؟ بنتك ديت لازم تعمل لها عيد ميلاد. يعني انا بص دي بنتي اهي كبيره، ينفع اعمل لها عيد ميلاد وما اعملش للصغيره؟ الصغيره دي هتفهم وهتتغاظ منها وتتضايق منها. او العكس على فكره. ممكن يعملوا في بعض حاجه وحشه واحنا مش واخدين بالنا. انت غلطان يا محمد. يلا بينا. لا هي دي زعلتك في حاجه؟ لا بتفرق ما بيننا. امال ايه؟ طيب يا محمد انا قلت يا كبرت على الكلام ده. بص يا محمد انا قلت تعلم شغل البيت احسن لها. طب انت دلوقتي بتشتغل ليه؟ انا دلوقتي بشتغل عشان اسعد عيالي، اسعد فيروز واسعد حياه. ما انا عشانهم برضه بشتغل عشان. طب ما فيها لا فرحه. بس فرحه يعني عيد ميلاده فرحه فيها ايه يعني؟ روح نادي. بالله عليك نادي له امنيه. انت لا انت لا تناديها. يا امنيه تعالي يا امنيه. تعالي يا امنيه. تعالي يا حبيبتي. تعالي انت زعلانه ليه دلوقتي يا امنيه؟ عشان بابا بيحب مكه اكتر مني. لا لا تعرفي انا بحبه قوي على فكره. وعلى طول لما اصلي اول حاجه بدعي له هو وماما. بدعي ربنا يخليه ليا. تعرفي انا كنت مستنيه يوم عيد ميلادي ده فارغ الصبر عشان مستنيه بابا هيجيب لي ايه. مستنيه منه كلمة كروتون طيبة يا أمنية وهيحضني ويبصني شبه مكة. ما هو النهاردة إلح هيعمل عيد ميلاد مكة وأنتي الأسبوع الجاي عامل لك عيد ميلاد كبير أوي. أنتي خلاص راح خلاص. لا ما ليه هو ليه هو ليه؟ ما جابليش حاجة. هو مش كده، هو بيحضر لك لعيد ميلاد كبير. مش أنتي عندك كام سنة دلوقتي يا أمنية؟ أنا عندي 11. يعني أنتي كبرتي أوي فلازم يعمل لك عيد ميلاد كبير أوي. كبير خالص. عشان كده بيجهزوا لك واحدة يعني واحدة. يعني هو كان بيهزر معايا؟ أه كان عامل لك مفاجأة وأنتي مش عارفة. بجد يا بابا كنت بتنزل معايا؟ بجد طبعا يا حبيبتي. بجد يا قلبي. يا شبه مكه يا بابا؟ ايوه ان شاء الله. بابا رد عليها رد عليها بقى ماشي. ايوه جميل. وده بكلمتين. بجد يا بابا؟ ويلا بينا نعملوا عيد ميلاد بقى. يلا بينا. كل سنه وانت طيبه يا امنيه وكل سنه وانت طيبه يا مكه. وبص يا امنيه الكلام دوت مش عايزك تفكري فيه تاني. تمام؟ اهم حاجه عندك بابا وماما واخواتك بس. يلا كل سنه Happy birthday to you. Happy birthday to Omnia Ubaka. Happy birthday to you. Sana halwa ya Omnia. Sana halwa ya Jamil. Eh Nada, فين التورتات امال؟ هجيبها حالا. يلا يا محمد جهز لنا التورتات. تعالى تعالى. استنى. تعالى نشوفها مع بعض. لا لا لازم يكون فيها سيلفي. يلا كلنا سيلفي. يلا مع بعض سيلفي العيله. يلا يلا يا امنيه سيلفي العيد ميلاد. الله كل سنه طيب يا محمد ورب تفرح بيه وكده دايما. يا امنيه هتبقى اشوفك عروسه. كل سنه طيبه يا امنيه. كل سنه طيبين يا حبايبي. متسعيده عليك. اتفضلي على التورته. اتفضلي اتفضلي يا حاجه. اتفضلي يا حاجه. كده بقى ندى تدبسي اخويا في عيد ميلاد كبير. كنا نعملها لها هنا عيد ميلاد وخلاص. عشان اصلحها مش هينفع اصلحها غير كده. تدبسي اخويا كده. تعالى بس تعالى بس. بصراحة كان يوم حلو قوي يا محمد واحنا انبسطنا قوي. حالا قلت لهم وحكيت لهم كل حاجة. لازم تحرجيني يعني قدام اخويا ومراته وقدام امك كمان. يا محمد كانت امنية
قلت لك ما تحكيش حاجه. بتحكي لهم ليه؟ يعني ايه يا ماما؟ يعني بابا مش هيعمل لي عيد ميلادي؟ لا طبعا مش هعمل لك عيد ميلاد. انت كبرت على الكلام ده. اقول لها اعمل لك عيد ميلاد بالكلام. لا مش هعمل لها عيد ميلاد ومش هتروحي المدرسه تاني. بابا المدرسه بتاعتي. مفيش مدرسه تاني بقى، تعلميها شغل البيت بس. لا يا بابا ما ينفعش اللي انت بتقوله ده يا محمد. انت كبرت على الكلام ده. لا يا بابا انا عايز اطلع دكتور لما اكبر يا بابا. ما تتكلميش خالص. بابا اي حاجه حلوه لمكه بس. يعني يا بابا بتعيطي ليه يا مكه؟ انا عملت لك حاجه. مكه زعلانه شبه ايه؟ بابا زعلانة منك قوي يا محمد. ما ينفعش كده يا محمد. قوموا ادخلوا جوه يلا. ناقصاكوا؟ مش كفايه حركتيني قدام امك وقدام اخويا؟ ينفع كده يا مكه؟ ينفع اللي امك بتعمله ده هو هي واختك؟ انا مش هتكلم بس عشانك انت. هاتي بوسه. باي باي. قول لهم باي باي. 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 باي با